للسي اي اي. مقطع إباحي. أثناء حرب العراق في عام والقائد الشهير وهو يتضمن ممثل يشابه صدام وبكاميرات المراقبة، زعت الثقة في الرئيس صدام حسين ويقوم الناس بالانقلاب عليه بدأ بالعقوبات للسي اي اي. عملية ميرلين قامت بالفشل وأيضا انقلبت على السي اي اي، وعلى الخطط تبدو أهم اكتشاف التعديل من قبل عالم روسي الحكومة الأمريكية. عملية مينغوس رئيس كوبا وأيضا أن تغتال رئيس الوزراء كاسترو، وهذا عن طريق وضع فيروسات لمرض السل في عدة الغوص الخاصة به، وأيضا زرع المتفجرات في قاربه الخاص وإعطائه سيجار يتفجر عندما تشتعل النار فيه، وحتى أنهم وظفوا ماريتا لورينز معشوقته السابقة لكي تساعد في عملية اغتياله، وقد كانت تضع السموم في طعامه. اعترفت السي اي اي انهم قاموا بتنفيذ اكثر من 600 عملية اغتيال لكاسترو ولكنها باءت بالفشل. 11 قامت السي اي اي بعمل حملات للتلقيح او التطعيم المزيف في باكستان، وهي تتضمن اخذ عينات الدم من الناس بطريقة غير شرعية، وكل هذا فقط ليقوموا بتعقب سلالة اسامة بن لادن حجة ان شاكيل